لكم كيكو. النهاردة روحت المدرسة، انتوا متخيلين ان الوحش ده هو المدرس بتاعي؟ شوفوا واقف هناك ده نايم. يا نهار اسود، يلا بينا نهرب يا جماعة قبل ما الراجل ده يصحى ويموتنا. يلا بسرعة يا جماعة نهرب، يلا يخرب بيتك انت صحيت. يا لهوي يلا نروح، انا عايزة اروح من هنا. يا لهوي ده بيقول له انه هياكلني وهيموتني. ايوه حبه دي كمان ناقص واحده،
ايوه كده كله تمام وقشطه. الواد عمال يموت وانا بقى ههرب واسيبه عشان ايه؟ المدرسه دي خطيره ومرعبه. في ايه بقى؟ في سلم اهو هنطلع عليه. يلا يا جماعه بسرعه لحسن الواحد خايف جدا. اهو الواد اهو طالع ورايا. ايه ده؟ في ايه بقى؟ في ايه؟ في ايه؟ امشي ازاي انا بقى؟ امشي ازاي؟ انا حاسس ان في حاجه بتجري ورايا. امشي ازاي؟ يا لهوي العونة. امشي ازاي؟ انت يا عم انت بطل نط جبتني ده غلو في عقلي. كفايه نط يا ابن اللذينة. انت يا ابن اللذينة. ايه ده الواد ده هبل ولا ايه؟ عمال ينط كده ينط ينط. استنى يا ابني انت رايح فين؟ رايح فين؟ الله يخرب بيتك رايح فين؟ نظبط الأداء. أيوه هو كده. يلا نطلع بقى على السلالم ونشوف ايه هنروح فين. في ايه بقى؟ في هنا ليزر. هنحاول نعدي الليزر ده بسرعة، ده سهل. أيوه وبعد كده ندخل. ايه ده؟ يقولك بسرعة. ايه ده؟ هو بيجري
عشان ما نقعش. هوبا هوبا اديله اخر واحده. ايوه في ايه بقى هنا؟ في ده السلم الخشبي. يا لهوي الواد وقع. في خشبات مكسوره لازم ناخد بالنا. دي مكسوره ننط بسرعه، ودي مكسوره ودي مكسوره. ايوه يس يا جماعه عملتها. هربنا. يا لهوي يا نار اسود. يلا يا جماعه لازم اموتها. يا جماعه انا معايا سلاح، انا معايا سلاح خطير لازم اموته. يلا اقف على جنب كده اديله البطنه ما ترحموش. الاوتوبيس